هذا كان جانب من سرد حكاية الوطن، كيف كان الحال، كيف كان الواقع الذي عايشناه وكنا شهودا عليه، وكيف بدأ في التحول ثم وصلنا إلى هذه المرحلة، وسنستشرف مستقبلا إن شاء الله يكون مستقبلا وضاء. سأبدأ مع دكتورة هالة السعيد، وقبل أن أبدأ فقط يعني حضراتكم قبل أن تكونوا وزراء فأنتم متحدثون محترفون وعامل الوقت حاسم للغاية، رجاء التوجه مباشرة إلى النقطة المستهدفة حتى نحسن استثمار الوقت المخصص لها. دكتورة هالة، بعد إذن حضرتك، الحديث عن التحديات الممتدة والتي لا أحد يعلم متى يمكن أن تتوقف وهزتها الارتدادية كيف يمكن أن تنتهي، تعامل الدولة مع خطط التنمية ومشروعات وبرامج التنمية لأنها تقريبا مسألة حيوية ولم تعدل عنها الدولة لحظة، كيف تتعامل الدولة مع ضغط بهذا الشكل؟ استأذن حضرتك أعود على بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أعرض على حضراتكم دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق والمساهمة في جهود الدولة التنموية، وزي ما تفضلت حضرتك إيه الرؤية المستقبلية في ظل التحديات الدولية والإقليمية الغير مسبوقة. سيادة الرئيس، العالم اجتمع في سنة 2015 ووضع أجندة تنمية مستدامة اتفق عليها في 17 هدف لابد أن العالم يلتزم بتحقيق هذه الأهداف في 2030. أهم هذه الأهداف هو الحد من الفقر، الحد من الجوع، تحقيق الوصول إلى مدن مستدامة، طاقة نظيفة، المساواة بين الجنسين، فرص عمل لائقة. كل هذه الأهداف اتفق عليها العالم، والحقيقة مصر كانت سباقة في أنها تتبنى هذه الأجندة التنموية، وحضرتك أطلقت الرؤية أو النسخة الوطنية من أجندة الأمم المتحدة في أوائل عام 2016، وهذه الأجندة وهذه الرؤية يمكن أنا ساهمت فيها كأحد الخبراء، لم أكن مسؤولة، تشرفت أن أنا أتولى المسؤولية في ذلك الوقت، ولكنها كانت رؤية تشاركية اشترك فيها كل أبناء الشعب المصري، مفكرين، أساتذة جامعات، مجتمع مدني، قطاع خاص، فهي رؤية الشعب المصري، وكان لها ثلاث أبعاد أساسية: الاهتمام بالبعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي. هذه الرؤية يعني لها مستهدفات كمية للمتابعة والتقييم. الأهداف اللي العالم اتفق عليها، الحقيقة اللطيف إنه أنتونيو جوتيريس السنة دي كان منتصف المدة بين 2015 و2030، جه في قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر هذا العام، وقال إن إحنا محتاجين خطة إنقاذ. إحنا فقط نتيجة الظروف والتحديات الدولية اللي العالم بيمر بيها، من أزمة كوفيد للأزمة الروسية الأوكرانية، إحنا فقط 12% من ال 17 هدف دول فقط هم اللي ماشيين على المسار الصحيح، 38% لم تشهد أي تقدم بل بالعكس تراجعت، و 50% من هذه الأهداف أوف تراك، خرجت تماماً عن السياق. طب إحنا في مصر فين من تحقيق هذه الأجندة الأممية؟ إحنا مصر وصلت إلى المرتبة 69.6، تقريباً 70 نقطة. إحنا تقدمنا 6 مراكز من وقت ما بدأ تقييم هذه الأجندة من 2018 أول مرة يطلع تقييم، فإحنا تقدمنا 16 نقطة. إحنا مصنفين ضمن 26 دولة فقط على مستوى العالم الملتزمين، من ضمن الدول الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي هي 17 هدف. ده طبعا نتيجة جهود الدولة التنموية الكبيرة اللي تفضل دولة الرئيس وعرضها، ولكن أيضا بنوثق هذه الجهود وبنعرضها سواء كانت في تقارير أيضا تشاركية، التقرير الوطني للمتابعة، تقرير وطنية التوعية، تقارير اللي على مستوى المحافظات، تقرير التنمية البشرية اللي الأول مرة يطلع من 10 سنين، تقارير تنافسية، مؤشر تنافسية المحافظات، كل ده بيتم توثيقه على المستوى الأممي وبيرسل إلى الأمم المتحدة وبيتم المشاركة في هذه الفعاليات. وإحنا بنحقق الأهداف أو بنحط الخطط التنموية مستدامة متوسطة المدى اللي هي على مدى 3 سنين، أو بنضع الخطة السنوية بالشراكة مع
كل مؤسسات الدولة، الوزارات والمؤسسات المعنية. عندنا مجموعة من بتتم على أسس علمية، عندنا مجموعة كبيرة من البيانات والمؤشرات اللي بنستعين بيها، سواء كانت مؤشرات محلية أو مؤشرات دولية تطلع من الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، من معهد التخطيط، من وزارة التخطيط أو من كل الوزارات المعنية. مهم جدا ان احنا واحنا بنقول احنا في الابعاد اللي احنا قلنا ملتزمين بيها، الاجنده البعد الاقتصادي والاجتماعي هو بعد اصيل، لان احنا مصر ملتزمه بالحق في التنميه كحق اصيل من حقوق الانسان، وبالتالي تحقيق الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ده جزء مهم جدا من تحقيق الخطط التنمويه. عشان كده واحنا بنتكلم على الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه بنتكلم على الحمايه الاجتماعيه بمفهومها الشامل، بنتكلم على تحقيق توفير صحه، تعليم، مستوى دخل وتوظف، تحسين البنية التحتية، كفاءة المؤسسات والجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية، والاستثمار في العنصر البشري. عشان كده عشان نحقق كل هذه الأهداف ونحقق جودة حياة للمواطنين، كان لابد في هذه الفترة وبعد اللي دولة الرئيس عرضه من الموقف اللي كان قبل 2014 إن احنا نكثف الاستثمارات العامة. الاستثمارات العامة زادت من 110 مليار جنيه في 2013-2014 إلى 1,050,000,000,000 جنيه هذا العام. مش بس كده، احنا ايضا الاستثمارات على المستوى المحلي، يعني الخدمات اللي اهلنا في على مستوى المحليات بيحصلوا عليها، زادت من 8.2 مليار الى 8.30 مليار في الخطة الاخيرة هذا العام. وعايز ادي حضراتكم مثال على ازاي احنا ملتزمين بتحقيق هذه الاهداف. احنا عندنا في رؤية مصر 2030 الهدف الاساسي مثلا في التعليم الاتاحة والتنافسية. فاحنا في التعليم الجامعي احنا محققين الحمد لله الإتاحة عن طريق ان احنا وفرنا 103 جامعة، ووفرنا جامعة حكومية على مستوى كل محافظة، وبالتالي احنا محققين الإتاحة وبنصل او بنعمل على تحقيق التنافسية وفقا لرؤية مصر 2030. لكن على مستوى التعليم قبل الجامعي، على الرغم الاستثمار الكبير اللي تم خلال السنين الماضية على انشاء 120 الف فصل يستوعب 4.8، طبعا حاولنا ان احنا نحقق او حققنا رؤية مصر 2030 ورؤية الدولة في تحقيق العدالة المكانية. 35% من الاستثمارات دي راحت لمحافظات الصعيد. عندي 160 الف طالب كان في قراهم ومراكزهم ما عندهمش فصول، حققنا 3478 فصل، وبالتالي قدرنا نحقق الإتاحة الجزئية. لم نستطع حتى الآن ان احنا نصل الى الرؤية مستهدفة اللي هو 35 طفل في الفصل نتيجة الزيادة السكانية، ولكن ده هيتم زي ما حضرتك اتفضلت في جلسة التعليم بمشاركة القطاع الخاص، لأن ده محتاج حجم كبير جدا من الاستثمارات، حوالي بنتكلم على لا يقل عن 460 مليار جنيه بفرض زيادة التضخم فقط 10% خلال الأعوام الماضية القادمة. أنا أسفة. رؤية مصر 2030 هي المشروع التنموي الأكبر على مستوى العالم، وهو بيهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة. إحنا في كوب 27 نتيجة النجاح الكبير برنامج حياة كريمة، أطلقنا حياة كريمة في أفريقيا صامدة من أجل التغيرات المناخية، عشان نقدر إن إحنا أيضا مع الدول الأفريقية يبقى حياة كريمة مثال يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية. لأول مرة في مصر بيتم وضع حد أدنى لأجور القطاع الخاص. أنا عارفة أنه مش كفاية، ولكن لأول مرة بيحصل أن القطاع الخاص والمجتمع المدني واتحادات العمال واتحاد القطاع الخاص بيقعد مع الحكومة على طاولة مفاوضات، ونضع حد أدنى لأجور القطاع الخاص حماية لعمالنا، ولكن أيضاً ده فيه توازن كبير جداً، توازن بين الحفاظ على المؤسسات، الحفاظ على العمالة، وحماية حقوق العمالة. وبالتالي أنا بشكر الحقيقة على ساعة صدر الاتحادات القطاع الخاص من غرف تجارية وصناعات واتحاد العمال حقيقة على المفاوضات الجادة والأمينة اللي تمت في هذا المجال. رفع كفاءة المؤسسات ده بند مهم جداً من الرؤية، وبالتالي إحنا بنتكلم على ميكنة للمنظومة الخطة، بنميكن منظومة الخطة مربوطة مع
المنظومة المالية في وزارة المالية مربوطة مع بنك الاستثمار القومي، ففي متابعة دقيقة للاستثمارات اللي بتتم. أطلقنا منظومة أداء لمتابعة هذه الخطة، وأطلقنا منظومة بيان للحسابات القومية عشان نقدر من خلال التعامل المباشر والميكنة مع الوزارات إن احنا نحصل على بيانات الناتج المحلي الإجمالي بشكل دقيق، وإن احنا نقدر باستمرار نطور من هذه البيانات. ميكنا أيضا في قطاع الصحة مكاتب الصحة وميكنا مكاتب التطعيمات، وده الحقيقة مش بس بنية معلوماتية لوزارة الصحة، ولكن هو أيضا بنية هامة جدا لوزارة التخطيط ولمنظومة التخطيط، لأننا على مستوى كل قرية عارفة المواليد والوفيات بشكل لحظي، وبالتالي بقدر أحدد احتياجاتي بشكل علمي سليم. أيضا ميكنا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد كبير من وزارات 350 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظات بيقدم 250 خدمة جماهيرية. ده شكل المراكز قبل التطوير، وده شكل المراكز بعد التطوير. وعندنا أيضا خدمات بنقدمها مع وزارة العدل وزارة الداخلية وكافة الوزارات، قدمنا خدمات متنقلة عشان هذه الخدمات تصل إلى المواطنين في منازلهم أو في الأماكن اللي فيها كثافة. والحقيقة احنا وصلنا الى 250 مركز متنقل، بنستهدف 1000 مركز، ودول بيتموا بالشراكة والإدارة مع القطاع الخاص. أطلقنا جائزة مصر التميز الحكومي تحت رعاية حضرتك لتحفيز روح المنافسة ولتسليط الضوء على قصص النجاح. الحقيقة الجهاز الإداري للدولة به العديد من الكوادر المتميزة، يمكن بيتم أوقات تسليط الضوء على بعض الإساءات أو بعض العناصر المقصرة، ولكن لدينا العديد من العناصر الناجحة اللي محتاجة أن احنا نحفزها نشجعها ونسلط الضوء على قصص النجاح. استثمرنا طبعا استثمار في البشر وبناء الإنسان جزء مهم جدا من رؤية الدولة المصرية. دربنا 120 ألف متدرب في الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب على القيادة، في المعهد القومي للحوكمة عندنا برامج لتأهيل المرأة على القيادة، لتأهيل الشباب على القيادة، وده كله بيتم مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال. البعد البيئي طبعا، وفي وسط التغيرات والكوارث الطبيعية البعد البيئي ده بعد مهم جدا من رؤية الدولة المصرية، سواء كان لمواجهة تغير المناخ أو للتحول الأخضر أو لمواجهة ندرة المياه. احنا 78% من مشروعاتنا موجهة للتخفيف. طبعا كل الاستثمارات الضخمة للدولة عملتها في المشروعات النقل الكهربائي، القطار السريع، مترو الأنفاق، منظومة المخلفات، محطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى 22% في مشروعات التكيف، تأهيل وتبطين الترع، تنمية حماية السواحل والشواطئ المصرية، بالإضافة إلى محطات مشروعات تحلية المية. احنا بنخضر الخطة الاستثمارية بشكل مستمر، وأصدرنا معايير الاستدامة البيئية النهاردة مش بس على مستوى الحكومة ولكن أيضا على مستوى قومي. وصلنا الحمد لله السنة دي 40% من مشروعاتنا خضراء، ومستهدفين بإذن الله نصل إلى 50% العام القادم أخضر. نتيجة لكل الجهود التنموية للدولة المصرية، احنا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كنا محققين 6.6% معدلات نمو، معدل البطالة وصل إلى أدنى مستوى له 7%، الاستثمار الأجنبي المباشر زي ما اتقال في الفيديو 10 مليار دولار، وارتفاع الاحتياطي 34.9 مليار. طيب في ظل الظروف بقى والتحديات، الحقيقة احنا بنواجه تحديات غير مسبوقة بالمعنى العلمي لغير مسبوقة، لأنه الأزمة لما بتحصل ما بقى في أزمة واحدة، احنا عندنا أزمات متلاحقة ومركبة. احنا بنتكلم على أزمة كوفيد، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمات جيوسياسية تحصل على المستوى العالمي، ثم تغيرات المناخية اللي النهاردة الدول النامية بتصرف لا يقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي بتاعها بس الحد من الكوارث، مش عشان تصرف على التخفيف والتكيف. كل الأزمات دي المتلاحقة والمتركبة عملت تداعيات شديدة جدا من
طبعا نقص المعروض من السلع، من أزمات الطاقة، ارتفاعات شديدة في الأسعار، اضطرابات في سلاسل التوريد، كل ده كان له تداعيات شديدة جدا. والحقيقة اللي بيضخم من حجم الأزمة إن الولايات المتحدة والصين وأوروبا هم 50% من الاقتصاد العالمي، وبالتالي كل اللي بيحصل عندهم النهاردة بيؤدي إلى انخفاض شديد جدا في معدلات النمو وانخفاض شديد جدا في معدلات التجارة العالمية. في ظل هذه التحديات كان لابد ان احنا نبص على الرؤية المستقبلية للدولة المصرية، نبص على رؤية مصر 2030 كرؤية مستقبلية، وايضا تمت بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني واساتذة الجامعات والمفكرين، وقلنا احنا محتاجين نحدث هذه الاجندة. الاجندة دي هي وثيقة حية باستمرار لازم نبص عليها ونراجعها ونشوف ايه النهاردة التطورات المحلية والاقليمية والدولية اللي احنا لازم نحطها فيها. لازم نخلي الاقتصاد بتاعنا اكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات. لازم النهاردة نحول الاقتصاد المصري الى اقتصاد انتاج يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاديات، وبالتالي أنا محتاجة يبقى النمو مستدام ويوفر فرص عمل لائقة. لما نبص النهاردة على معدلات النمو، إحنا مستهدفين أن إحنا نحقق لا يقل عن 7-8% معدل نمو مستدام. طب إحنا النمو بتاعنا على مدى من 80 للنهاردة، ولو رجعنا من الخمسينات للنهاردة هنلاقي النمو بتاعنا بيأخذ هذا الشكل. نمو لما أي صدمة النهاردة بيحصل تأثر لهذا النمو، عندي تتسع الفجوة الشديدة بين الصادرات والواردات، وبالتالي أنا النهاردة محتاجة أن أنا أنظر إلى هيكل الإنتاج وهيكل النمو بتاعي شكله إيه. بصينا على سوق العمل، حقيقي إحنا محققين 7% بطالة، ولكن أنا عندي بعض التحديات في هيكل العمالة. عندي مازال بطالة المرأة 3 أضعاف بطالة الرجل، عندي بطالة أعلى في المتخرجين الحاصلين على مؤهلات عليا، وعندي نسبة من القطاع الغير رسمي النهاردة في سوق العمل. فبالتالي مرونة سوق العمل النهاردة وكفاءته مهمة جدا. ده بقى لو أضفت إليها النهاردة وظائف المستقبل. وظائف المستقبل اللي النهاردة بنتكلم على 83 مليون وظيفة معرضة في 2030 إنها تفقد، و69 مليون وظيفة جديدة كلها بتعتمد على مهارات الإبداع والتحليل النقدي وعلى كل التكنولوجيا. فإحنا محتاجين نبص على هيكل الوظائف بتاعتنا وتغيير هذا الهيكل. أيضا من ضمن التحديثات التوجه نحو مزيد من مشاركة القطاع الخاص، وزي ما شفنا ودولة الرئيس عرض، إحنا كنا النهاردة الدولة عشان تحقق كل هذه الخدمات كانت داخلة عشان تستثمر، وشفتوا حضراتكم حجم الاستثمارات العامة. إحنا النهاردة نتكلم على استثمارات للقطاع الخاص، إحنا واصلين ل36% هذا العام، وبنستهدف بإذن الله 65% في 2030 يعود القطاع الخاص إلى مستهدفاته. يبقى إحنا النظرة المستقبلية عم نتكلم على تنويع هيكل أو النظرة إلى هيكل الاقتصاد المصري، بتكلم على كفاءة مستوى التشغيل ومرونة سوق العمل، بتكلم على مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري مع ضبط معدلات النمو السكاني، وبتكلم على تعزيز مشاركة القطاع الخاص. كل ده له عناصر داعمة من الحوكمة وكفاءة المؤسسات والشمول المالي. لما اتكلم النهاردة على هيكل الانتاج في مصر، انا محتاجة النهاردة ان انا اخلي الاقتصاد المصري ازود الهيكل الانتاجي، ازود القطاعات الانتاجية بتاعتي، لان هي دي اللي هتديني قيمة مضافة، هي دي اللي هتوفر لي فرص عمل لائقة، هي دي اللي عندها قدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى. فبركز على الصناعة، الزراعة، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، بزود وزنهم النسبي من 25% في الاقتصاد إلى 35% كوزن نسبي. إحنا النهاردة وصلنا لكام؟ وصلنا إلى 30% في الوزن النسبي للقطاعات دي، أيضا بالإضافة إلى قطاع السياحة وقطاع اللوجستيات، لأن أنا عندي فيهم ميزة تنافسية. عندنا لكل هذه القطاعات عندنا مستهدفات كمية، عندي سياسات وإجراءات تنفيذية، وعندنا أيضا تعديل في التشريعات، سواء كانت إجراءات زي زيادة نسبة المشروعات الصغيرة المتوسطة من 10% إلى 20% في الصادرات، زيادة نسبة المكون التكنولوجي في صادراتي عشان تبقى أكثر تنافسية في الصادرات الدولية. أيضا قطاع الأمن الغذائي، طبعا لابد أن احنا نحسن مؤشر الأمن الغذائي في مصر بكل الجهود اللي بتتم، وطبعا في بعض التعديلات التشريعية زي تعديل قانون
قانون الزراعة وقانون التعاونيات من الأمور المهمة جدا. بالإضافة لكده قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات عندي فيه فرصة نتيجة الفرصة الديموغرافية اللي عندي، قطاع التعهيد عندي مستهدف أن أنا أصل إلى 9 مليار دولار في قطاع التعهيد، وطبعا دور قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات في خلق فرص العمل وتعزيز المهارات. طبعا قطاع اللوجستيات زي ما تفضل دولة الرئيس الاستفادة من الميزة التنافسية اللي موجودة عندنا أن أنا تبقى مصر ممر للتجارة العالمية، استفيد من موقعها الجغرافي بربطها بالمواني والمدن الصناعية وشبكات النقل، كل ده هيخلي مصر مركز للتجارة العالمية. النظرة الخاصة بسوق العمل، طبعا دايما بنتكلم على احتياجات سوق العمل والمخرجات العملية التعليمية، ودايما بنتكلم على أن أنا عندي فجوة، لكن احنا النهاردة بنتكلم على معالجة، لأول مرة بنتكلم على جانب العرض في سوق العمل، فبتكلم على ان انا برفع كفاءة ومرونة سوق العمل عن طريق ان انا بزود الملتحقين بالتعليم الفني من 57% الى 65%. كان عندي دايما تحدي وهو النظرة المجتمعية لسوق العمل، وبالتالي مهم جدا ان احنا نعتمد مدارس التعليم الفني اعتماد دولي، ان احنا نربطها مع القطاع الخاص فبيضمنوا فرص عمل لائقه بالنسبه لهم. اطلقنا منصه المهارات، مجالس المهارات القطاعيه تحت مظله المجلس القومي للاجور واتقان، بالاضافه الى تطوير منظومه الدراسات البينيه، الدراسات المشتركه على مستوى الجامعات، لان دي اللي سوق العمل الديناميكي النهارده محتاجها. مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري مع زيادة النمو السكاني، احنا النهاردة مصر قفزت الحمد لله نتيجة كل الجهود اللي تمت الفترات الماضية، وده مش تقرير محلي على فكرة، ده تقرير الأمم المتحدة الدولي. مصر قفزت 19 مركز في تقرير التنمية البشرية على الرغم من تراجع المؤشر على المستوى العالمي، ولكن احنا محتاجين ايضا خلال الفترة القادمة ان احنا نضاعف الاستثمار في التعليم وفي الصحة عشان نستفيد من خصائص السكان. وفي نفس الوقت احنا اطلقنا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي هو بيتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان عشان نأكد على الاستثمار في خصائص السكان والاستثمار في العنصر البشري، وده مشروع تشاركي بين كل مؤسسات الدولة وبيقوم على نقاط مهمة جدا منها التمكين الاقتصادي للمرأة والمحور التوعوي والثقافي وتغيير المنظومة القيمية للمجتمع المصري. طبعا التمكين، مصر الدولة المصرية حصلت على، المرأة المصرية الحقيقة حصلت على تمكين سياسي غير مسبوق الفترة الماضية، ولكن التمكين الاقتصادي النهاردة فرص العمل بالنسبة للمرأة شيء مهم جدا. المساواة في فرص العمل وفقا للدول اللي وصلت المساواة بيزيد من الناتج المحلي الإجمالي ب 34%. القطاع الخاص، وطبعا الدولة زي ما عرض دولة الرئيس عملت مجموعة كبيرة من الإجراءات للقطاع الخاص، من إطلاق وثيقة ملكية الدولة، من المجلس، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، من تعديل بعض القوانين وسياسة الحياد التنافسي، وأيضا أنشأت صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. هذا الصندوق هو ذراع استثماري للدولة المصرية، تم إنشاؤه بقانون في 2018، ودوره هو خلق ثروات للأجيال القادمة والمساهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة. وأنا اسمح لي سيادة الرئيس عايزة أتوقف دقيقة وأسأل من يراقب عمل الصندوق. حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي كلها بتتكلم على الصندوق، ما حدش بيراقبه، ده صندوق مغلق، ده ما فيش رقابة على الصندوق، وده كلام يتنافى تماماً مع الحقيقة. الصندوق بيراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقانون، واحنا متشرفين انه الكوادر العظيمه بتاعت الجهاز المركزي للمحاسبات بتراقب على اداء هذا الصندوق. الصندوق بيراقب ايضا من المراقبين المعتمدين لدى البنك المركزي وهيئه الرقابه الماليه. الصندوق له جمعيه عموميه بيترأسها دوله رئيس مجلس الوزراء وبه ممثلين من الحكومه، السيد وزير الماليه، السيد نائب محافظ البنك المركزي، وسبع قامات علمية وعملية من الخبراء في الاقتصاد والاستثمار والقانون، بنفتخر بيهم وهم فخر لنا في هذه الجمعية العمومية. النقطة المهمة أن أنا إذا لم أكن بأطبق معايير الحوكمة الدولية ما حدش هيشتغل معايا. الصندوق بيطبق معايير الحوكمة الدولية، وبالتالي هو عضو في المنتدى الدولي للصناديق الثروة السيادية نتيجة تطبيقه لمعايير الحوكمة الدولية.
الصندوق النهاردة وفقاً لرؤية مصر 2030 أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية: صندوق للسياحة والاستثمار العقاري، صندوق للمرافق والبنية الأساسية، صندوق للخدمات الصحية والدوائية، صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي للاستثمارات الخضراء، وصندوق فرعي لإعادة الهيكلة أو للطروحات زي ما بيطلق عليه. طب إحنا بنعمل إيه؟ إحنا وفقاً لرؤية الدولة إحنا واحد بنعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، إحنا بندخل في شراكات مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الاستراتيجية اللي الدولة المصرية حطها في رؤيتها وحطها في خطتها وبرنامج عمل الحكومة، بندخل ندعم الشركات الناشئة، وبندخل بنطرح شركات من خلال الصندوق الفرعي للطروحات. مثال على كده هدي أمثلة بسيطة: تطوير مجمع التحرير، هذا أصل غير مستغل، تم طرح تنافسي، تقدم له تحالف دولي من مجموعة من الشركات العالمية وتم الترسية عليه، يتم تحويله إلى مكان متعدد الأغراض، فندقي، إداري، تجاري. أرض القرية الكونية، هذه كانت أرض مهجورة، قرية كونية تم غلقها لسنوات عديدة، النهاردة بالشراكة مع القطاع الخاص تم تحويل هذه الأرض إلى مجمع للمدارس على أعلى مستوى، ودولة الرئيس بإذن الله يفتتحه خلال الأسبوع القادم بإذن الله. بنوطن صناعات استراتيجية بالشراكة مع وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ونتيجة الاستثمارات الضخمة اللي مصر عملتها في البنية التحتية وفي المواصلات العامة عشان يكون عندي مواصلات عامة لائقة، كان مهم جدا ان احنا نوطن مثل هذا النوع من الصناعات الاستراتيجية. فبالشراكة مع القطاع الخاص ووزارة النقل والهيئة الاقتصادية دخلنا ووطننا مثل هذا النوع من الشراكات، والنهاردة هذا النوع من المصانع هي مصانع كثيفة العمالة وكثيفة التكنولوجيا، والشركات الكبرى والمصانع الكبرى دي اللي بتعمل قيمة مضافة وبتعمل نقلة نوعية نتيجة التكنولوجيا المتطورة اللي موجودة فيها. فوطننا هذا النوع من الصناعات لإنتاج القطارات، عربات القطارات، وبإذن الله تبقى كمان مؤهلة للتصدير إقليميا ودوليا. بنساهم في بالشراكة مع القطاع الخاص طبعا تحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وزارة البترول والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أنشأنا أول مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وحضرتك افتتحته في COP27، والنهاردة بنساهم أيضا في مجموعة من المشروعات اللي هتتم على إنتاج الهيدروجين الأخضر. أيضا داخلين في طرح 21 محطة تحلية للمياه مع وزارة الإسكان، وتم تأهيل 17 تحالف دولي عشان يدخل في هذا النوع من المشروعات. بندعم الشركات الناشئة، انشأنا شركة للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، وأيضا بنساهم مع شركة ناشئة صغيرة من القطاع الخاص اللي شركة زراعية بتوجه كل نشاطها للتصدير، لدعم مثل هذا النوع من الشركات لزيادة صادرات مصر الزراعية. الصندوق الفرعي للطروحات، احنا عشان نعمل هذا الصندوق عندنا الطرح الحقيقة له أكتر من شكل. الطرح يا إما بيكون إدارة، طرح للإدارة، أو طرح حق انتفاع، أو طرح تملك حصص، أو طرح لزيادة رأس المال. والحقيقة هذه الأشكال أنا بس عايزة أقول برضو إحنا عايزين نطرح ولا مش عايزين نطرح. إحنا لما بنطرح بنهاجم فرطته في الأصول اللي كانت للدولة، ولما ما بنطرحش يقال أن الدولة مسيطرة على كل استثماراتها. الآلية دي وصندوق الفرع للطروحات والآلية والأدوات اللي بنطرح من خلالها، هذا كان قرار حضراتكم، قرار بناء على تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة اللي حضراتكم اللي تمت على 39 حوار مجتمعي، 25 منهم تموا في مركز المعلومات و14 حوار مجتمعي تم في وزارة التخطيط. ده كانت تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة اللي الشعب المصري حطها وحطت القطاعات اللي احنا نتخرج منها. طب فوائد الطرح ايه؟ فوائد الطرح ان احنا اولا بنضيف خبرات جديدة ومتميزة وإدارات متميزة للدخول في هذه الشركات، وبالتالي بأضيف خبرات جديدة، بزود الحوكمة والرقابة على هذه الشركات، بزود رأس مال
بعض الشركات، بفتح أسواق جديدة لبعض هذه الشركات، وبجتذب استثمار أجنبي مباشر. دي كلها مزايا للطرح عشان أكبر شركاتي، أكبر شركاتي، فبفتح لها أسواق جديدة، بدخل زيادة رأس المال، بجيب خبرات متطورة تديرها معانا، عشان حتى لو بتكسب تكسب أكتر، حتى لو هي موجودة في السوق المحلي تدخل في أسواق أخرى. وهدي حضراتكم مثالين من غير ما أجيب أسماء الشركات. عندي نموذج في القطاع المالي، النهاردة دخلنا، كان هذه الشركة بتحقق خسائر 871 مليون جنيه، تحولت النهاردة في وفقاً لميزانية، وفقاً لأرقام الجهاز المركزي للمحاسبات، النهاردة بعد 3 أعوام، النهاردة هذه الشركة بتحقق 950 مليون جنيه أرباح. نموذج تاني في التحول الرقمي، دي شركة تم طرح جزء منها، حصة للتملك من أحدى الدول، تم طرحها نسبة منها، النهاردة قيمتها السوقية زادت 53%، أرباحها زادت الضعف 100%. ولسه جاي لي خطاب امبارح بيقول لي إن إحنا النهاردة هنفتح أسواق في الدول العربية، وهيتفتح لنا أسواق في الدول الأفريقية. فأنا بكبر كياناتي وبكبر شركاتي، وده كله بيعود عن نفع على الاقتصاد القومي، وفي الآخر بيعود بالنفع على المواطن المصري. وأخيرا كملخص للصندوق، احنا حققنا 16 مشروع خلال الفترة ال3 سنوات الماضية، رغم ان الصندوق انشئ في وقت كان العالم كله الاستثمارات في الاستثمار العالمي والاستثمار الأجنبي بيتناقص. الحمد لله احنا عملنا 16 مشروع، جذبنا 48 مليار جنيه استثمارات، و5.7 مليار دولار استثمارات، ومضاعف الاستثمار لكل جنيه بيدخل حوالي 10.5 مضاعف. شكرا يا حضرتك، شكرا لحضراتكم جميعا. شكرا جزيلا سيادة الوزير. سيادة الوزير، حضرتك يعني انا اجلس الى جوارك، مش عارف اذا كان يعني صوت ضربات قلبي وصل لحضرتك ولا لا، لان الدكتوره هاله يعني اطالت قليلا، لكن يعني سنعتبره جزء من تمكين المراه وهي استثناء يعني. ف القضيه المرتبطه بالضغوط الحاليه سيادة الوزير والضغط على الموازنه العامه، عندما تقدر في الموازنه العامه سعر برميل النفط ضمن فئه سعريه او شريحه سعريه معينه، ثم تفاجأ بسعر برميل النفط بيقفز الى مستوى سعري اخر تماما، وهو ايضا جزء من النقد الاجنبي، فضلا عن التوسيع مظله الحمايه الاجتماعيه بصيغ مختلفه، ضغط موازنه بهذا الشكل كيف تتعامل الدوله معه؟ شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. يعني اسمح لي سيادة الرئيس قبل ما أبدأ العرض، يعني أنا هتكلم عن جزئية أعتقد أنها ممكن تفسر كتير من العرض. الفترة من 2011 ل 2023 نقدر نقسمها من الناحية المالية والاقتصادية إلى 4 فترات، 2011-2013، وأنا أعتقد أن تقال كتير عن اللي حصل في مصر 2011-2013 وأثر على الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية من كل المؤشرات اللي تقالت. الحمد لله 30/6/2013 كانت نقطة فارقة قدرت تاخدنا لمرحلة أخرى. المرحلة الأخرى كانت التحدي بتاع 2013 لغاية 2016، لأن الفترة دي يعني كل المؤشرات الاقتصادية استمرت في المعاناة واستمرت في الآثار السلبية لما حدث من 2011 إلى 2013. استمر التضخم، واستمر البطالة، واستمر تواضع معدلات النمو الاقتصادي، واستمرت لأنه الاقتصاد بياخد فترة، وكمان الفترة دي وبرغم أن يعني 2013 و2014 كان هناك يعني بعض المنح من الأشقاء، ولكن كان الاقتصاد نفسه مش قادر ان هو ينطلق الى ان جاءت 2016. ويمكن سيادتك اتكلمت عن اللي حصل في 2016 لما الجميع قال لابد من اصلاح اقتصادي، والاصلاح الاقتصادي مش هيكون سهل، والاصلاح الاقتصادي هيكون فيه آلام، والجميع او المعظم تخوف من هذا. و سيادتك ذكرت ازاي في اجتماع كان بيجمع
معظم الاقتصاديين أو المسؤولين عن الملفات الاقتصادية وأيضا الملفات الأمنية عن ضرورة عمل الإصلاح الاقتصادي، وأنه كانت الغالبية متخوفة من أثاره وآلامه. حياتك مرة تانية بعد 30/6 وفي نوفمبر 2016 قلت أنا هاخد القرار وأتحمل المسؤولية، لأنه لابد أن يكون في إصلاح اقتصادي عشان نخرج من الوضع اللي احنا فيه ده. وخدت القرار وحطيت يعني أملك على ربنا ثم على أن الشعب المصري هيتحمل وهيبقى طريق للخروج من هذا الوضع اللي كنا بنعانيه. وبالفعل حصل، وحصل وبدأنا نتحرك وبدأنا نشوف الآثار وبدأنا نشوف معدلات نمو وانخفاض بطالة وانخفاض تضخم واستقرار في أسعار الصرف، وبدأنا نشوف السلع متوافرة، وبدأنا نشوف استقرار في أسعار السلع، وبدأ العالم يتكلم عن مصر. مصر بتبزغ ومصر بقت نجم ساطع، دي كانت كلمة مديرة صندوق النقد الدولي لدولة رئيس مجلس الوزراء، قالت له مصر بقت نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي، لأنه كل المؤشرات وكله ماشي في اتجاه إلى أنه الدولة بتعوض اللي حصل لها من 2011، إلى أن جاء الوباء في 2020. وتذكر سيادتك دعيت الاجتماع يوم 5 إبريل 2020 للمجموعة الاقتصادية وقلت العالم بيقفل، المطارات والمواني والبلاد بتقفل، المصانع بتقفل، المحلات بتقفل، وكان هناك شعور بيننا كلنا إن سيادتك قلقان على ما حققناه من نتائج إصلاح اقتصادي. يا ترى الوباء والأزمة دي هتاكل وتضيع كل اللي عملناه؟ هيكون لها أثار؟ كان سؤال حضرتك لينا كلنا، كل واحد يقول رأيته، لأن كان تقدير موقف. بعضنا كان بيقول نقفل زي بقية دول العالم ما قفلت وندي للناس فلوس، بعضنا بيقول مش هنقدر نقفل الاقتصاد لأنه إحنا المساحة اللي عندنا، إحنا مرينا بأزمة ما حدش حس بيها في آخر 2018، أزمة الأسواق الناشئة، دولة الرئيس عارف ولكن ما حسش. ليه؟ لأن الاقتصاد كان بيقدر يتحمل صدمات وعديناه وما حدش حس بيها في البلد. أزمة 2018 من سبتمبر لديسمبر أزمة الأسواق الناشئة وأثرت علينا، لكن قدرنا لأن الاقتصاد قوي وكان بدأ يتحمل الصدمات. ساعتها سيادتك قلت طب هنعمل إيه؟ ده كله بيقفل، السياحة قفلت، كل المنتجعات والفنادق قفلت، المصانع بتقفل، مفيش صادرات ومفيش تصدير. وكان القرار هنقفل جزئي، مش هنقدر نقفل كلي عشان نقدر نتعامل مع الوباء ومع الآثار بتاعته. سيادتك يوم أخدت قرار قلت هنضخ دس حزمة اجتماعية 2% من الناتج المحلي 150 مليار، هي بعد كده راحت ل 200 مليار. والقطاعات اللي تأثرت وقفلت قلنا هندعمها، خسرنا في السنتين دولت 400 مليار جنيه، وفوقهم صرفنا إضافي 200 مليار، وكان التركيز على الصحة عشان التعامل مع الآثار بتاعة الوباء. بس وحضرتك كنت بتسألنا، أنا فاكر سألتني هو المالية العامة للدولة تقدر تتحمل الوضع ده لمدة قد إيه؟ أنا كانت إجابتي لسيادتك سنة، بعدها هيبقى في معاناة، مش هنقدر نتحمل الوضع ده لو الوباء ده والوضع ده استمر سنة. وما كناش عارفين الباقيين هيتصرفوا ازاي، ما كناش عارفين ان في دول هتضخ مليارات وتريليونات سيولة على الرغم ان المصانع مقفولة والمواني مقفولة والدنيا مقفولة والسيولة دي هيبقى ليها اثار. ما كناش عارفين ان الشركات البترول وشركات الشحن والنقل وخلافه اللي هيعمل خسائر هيبقى عاوز يعوض بعد كده. ما كناش عارفين ان الموجة التضخمية دي بعدها او السيولة ديت مع اضطراب سلاسل الامداد بعد ما قامت البلاد وبدأت تتحرك هيعمل موجة تضخمية جديدة والسياسات النقدية تتدخل برفع اسعار الفايدة، فيكون النتيجة الاموال تتحول من الاسواق الناشئة للاسواق اللي بقت اسعار الفايدة فيها عالية، وتكون النتيجة ان عملات الدول الناشئة تبدأ تعاني. 54 دولة أفريقية لم تنجو دولة منها من انخفاض قيمة عملتها. ما كناش عارفين إن أسعار البترول اللي ما كانش حد لاقي يشتريه أثناء الأزمة وكانوا بيقولوا بيتباع بالسالب
انها توصل يوم في يوم من الايام تبقى ب 144 دولار للبرميل. ما كناش عارفين ان طن القمح اللي كان بيتراوح 200 240 دولار للطن يتجاب ب 550 دولار للطن عشان كله قافل. ما كناش عارفين ده كله، وما كناش عارفين ان في حرب هتقوم وهيكون اثرها مدمره. لكن اللي حصل ان احنا كنا عمالين بنامل ان الكورونا تنتهي ويجي الفاكسين عشان نتعافى ونسترد عافيتنا ونكمل تاني. كان سياده الرئيس برضو سالنا يومها هنعمل ايه، هنكمل هنعمل في المشروعات ولا هنعمل ايه؟ وكان الاجابه ما نقدرش نقفل بيوت الناس. سيادتك قلت مش هنقدر نقفل بيوت الناس، خلوا المشروعات شغاله بس ناخد حذرنا الطبي، لكن الناس تفضل شغاله عشان الناس دي دخولها واكل عيشها. وكملنا، فقدنا 400 مليار وصرفنا اكتر 200 مليار وضخينا اموال علشان نكمل المشاريع وتفضل الناس شغاله، على امل انه بعد ما يظهر الفاكسين اللي اشتريناه بمئات الملايين من الدولارات هنقدر نتعافى ونسترد عافيتنا. ده ما حصلش، ما حصلش علشان بدل برميل البترول اللي حطه في الموازنه ب 60 دولار بقينا بنجيبه ب 120 و130 و140 والنهارده ب 97 واحنا امكانياتنا وقدراتنا 60، بنجيب من 150 ل 170 مليون برميل في السنه، بنجيب 9 الى 10 مليون طن قمح لما يكون كنا بنجيبه ب 230 ولا 220 ولا 250 غير لما نجيبه ب 500 و500 ونلاقي الاموال خرجت من الاسواق الناشئه بما فيها مصر حوالي 23 مليار دولار في اسابيع معدوده بتخرج. كل ده ضغط علينا، ضغط علينا في اموال خارجه، ضغط علينا في تدبير اموال زياده علشان نجيب الحاجه بضعف سعرها. كل ده حط الاقتصاد المصري وحط مستوى معيشه المواطنين وحط الجنيه المصري تحت ضغط. انا بحاول اجاوب لانه كنا تصوراتنا نقدر نستحمل سنة، أكتر من كده هنعاني. وما كناش عارفين ده كله، ما كناش عارفين ده كله اللي إحنا بدأنا معاه تزداد التأثيرات السلبية ليه. أنا عشان أفصل الأرقام بحاول أقول اللي إحنا مشينا بيه. العالم برة لما السيولة زادت قال لك أرفع معدلات الفايدة، وهو بيرفع معدلات الفايدة ضر كل الدول الناشئة والنامية. ليه؟ لأنها محتاجة تمويل والتمويل بسعر. ما قدرتش الدول النامية، ما قدرتش، حتى هي خارجة منهكة من الكوفيد 19، خارجة منهكة لأنها اضطرت أنها تستدين علشان تكمل في وقت كان الاقتصاد مقفول وما فيش إيرادات، اضطرت تستدين. فكله بقى عنده مستوى دين. ما أنا بقول كان البديل أن نقول طب نوقف المشروعات، ما فيش إيرادات، الاقتصاديات قافلة، إحنا كملنا. والمواطن المصري يعني قدر ازاي خلال سنتين من الازمه لا في سلع نقصت ولا في اسعار زادت ولا في اي حاجه. ليه؟ لان كان سياده الرئيس دايما يقول اعملوا حساب يوم هيجي اضطرابات، هيجي وضع. كان دايما يقول المخزون ما يقلش عن 6 شهور، فاي حاجه كل حاجه لازم عندنا مخزون 6 شهور. ولذلك لما جت الازمه طلعنا المخزون، لكن الازمه امتدت وما زالت ممتده. سياده الرئيس من 5 ابريل 2020 اجتماع سيادتك اللي كنا حاسين فيه كلنا مقدار قلق حضرتك على ما أنجزناه من نجاح اقتصادي وما حققناه، إنه ممكن لو الأزمة دي طالت إيه اللي هيحصل. الأزمة طالت بأن فيها 3.5 سنين واتضعفت وأثرها السلبية زادت. أنا حبيت أقول بس تفسير عشان كلنا نبقى موجودين مع بعض إنها ما هياش يعني التفسيرات اللي عماله تتردد هنا وهناك. لا، احنا دوله زي بقيه الدول الناميه اللي كانت بتسعى وبتجري عشان تعوض اللي فاتها وتبني وتحسن مستوى معيشه مواطنينا. انا بكتفي بده عشان افسر الارقام سياده الرئيس اللي هنشوفها دلوقتي. سياده الرئيس انا خدت، احنا على مدار 43 سنه مصروفاتنا وايراداتنا، وعشان ما يقولوش التضخم أنا نسبتها للناتج المحلي عشان أحيد التضخم. سيادتك هتلاقي دايماً اللي بالأحمر ده هو ده المصروفات اللي هو العالي اللي فوق، واللي تحتيه الإيرادات، ده من سنة 80-81. الفجوة دي يا سيادة الرئيس هي ده العجز اللي كل سنة موجود وكل سنة بيتضاف للدين.
عشان اللي بيتكلم هو الدين بيزيد ليه؟ لأنه دايما عندك مصروفاتك أكتر من إيراداتك، ومش من النهاردة، بل بالعكس يمكن النهاردة أنت بتصرف عشان تعمل بنية تحتية. أنا هوري لك أنت كنت بتصرف علشان تحط دعم المواد البترولية. هنا ده العجز اللي امتد. أنا يمكن سيادة الرئيس 80-81 وأفكر معالي الوزيرة السنة دي هنلاقي المنحنى بتاع المصروفات والإيرادات لازق في بعضه. دي سنة دكتور عبد الرزاق عبد المجيد لما عمل بنك الاستثمار القومي وقال أنا هشيل العجز من الموازنة، أنا هوديه بنك الاستثمار القومي، فما بقاش فيه إلا الموازنة الجارية، والموازنة الجارية بتعمل فائض، فلزقوا الاتنين في بعض. لكن غير كده دايما ماشي. أدي العجز اللي هو بيتضاف كل سنة على الدين. أنا مش هاخد الجزء بتاع نتائج الإصلاح الاقتصادي، لكن سيادة الرئيس بص أدي كل ما هم فوق في مصروفات في إيرادات، اللي في النص ده عالي واللي في النص ده عجز عالي. لو أنا بصيت في اللي بعدها عشان أشوف خلال 43 سنة عندنا فقط الخمس سنين دول يا سيادة الرئيس لأنه كان حصل حرب الخليج والديون اتشالت والمنح، فالعجز نزل. لكن لو استبعدنا دول هنلاقي أقل سنوات مصر عملت فيها عجز على مدار 43 بيتراوح من 7.5 ل 8.1. في السنوات قدامنا هو 9-10 و 2000-2001 و 2018-2019، دول أقل سنوات عجز لو استبعدنا سنوات حرب الخليج. وأكتر سنوات عملنا فيها عجز قدام سيادتك هنلاقي وصل العجز إلى 13.8 81-82 و12.9 في 12-13 و12.5 في 15-16. طيب 2012-2013 سيادة الرئيس أدي العجز أهو 12.9. قاعد ينزل مع الإصلاح الاقتصادي، نزل من 12.5 ل10.2 ل9.1 ل7.5 7.4 6.8 6.1 و30.6 اللي فات قبل قفلنا 6%. سيادة الرئيس كنت دايما بتسألني عليها أقول لحياتك لو الأمور قبل كوفيد 19 هتمشي إن شاء الله بإذن الله على 21 نبقى تحت 5%. وبرغم من كوفيد 19 وبرغم الآثار إحنا قافلين في 30.6 بعجز 6%، أقل مما شهدته مصر على مدار 43 سنة لو استبعدنا الفترة بتاعت حرب الخليج. صحيح السنة دي متأثرين عشان أسعار الفايدة محلية ودولية عالية وبالتالي بتأثر في العجز الكلي. أنا هنا أتحدث على العجز الكلي بتاع الموازنة العامة للدولة، ولكن عندنا خطة سيادة الرئيس ننزل بعد ما نستوعب الفترة دي اللي هي 23-24 نبدأ ننزل تاني بحيث 27-28 يبقى عند 4.7. الاتحاد الأوروبي اللي هو الأيديال بيقول 3 لأقل من 5%، ده بيعتبر مستويات العجز المقبول. الخلاصة على مدار 43 سنة مصر بتحقق ده بالنسبة للعجز الأولي أو الفائض الأولي. وبعض الناس بيقولوا، وأنا قريت واحد بيقول وانتوا اخترعتوا حاجة اسمها فائض أولي وعجز أولي، احنا ما اخترعناش، العالم ما بيعترفش بالعجز الكلي، العالم بيعترف بالأولي. طب وإيه الفرق بين الاثنين؟ الأولي ده بيقيس قدرة الدولة، هل لديها إيرادات تقدر تغطي بها كافة مصروفاتها باستبعاد خدمة الدين الفوائد ولا لا؟ لأنه لو عندها إيرادات تزيد عن مصروفاتها يبقى في جزء فائض اهو سنة مع سنة مع سنة تقدر تخفض الدين بتاعها لأن في فائض من الأولي. فهو بيقيس الأولي، ودايما ما بنتكلم عن مؤسسات تصنيف ومؤسسات الدولية يقول لك أنا يهمني بس شوف لي الأولي ده، أنت هتقدر يبقى عندك إيرادات تزيد ولا لا عن مصروفاتك وسيب خدمة الدين دي على جنب. باستثناء فترة حرب الخليج وباستثناء السنة بتاع 80-90 مصر لم تعرف على مدار 43 سنة إلا عجز أولي. عجز أولي معنى ما عندهاش إيرادات كافية تغطي مصروفاتها، انسى خدمة الدين. وعشان كده يمكن باستثناء زي ما قلت السنة بتاع 88 اللي حولنا الموازنة الاستثمارية بالكامل لبنك الاستثمار القومي وأثر إلغاء الديون، هنلاقي أنه في 2013-2012 تكملة للعجز الأولي أدي 5%. قعد العجز الأولي معانا مستمر وامتداداً لغاية 17-18. كانت أول سنة على مدار 43 سنة نعمل أولي بسيط، يعني إيراداتنا زودت خطة مصروفات. ومن يومها
احنا بنعمل فائض اولي حتى في وسط الازمه، بنعمل فائض اولي، وده بيشيد بيه الاخرين، بيقول لك ايوه قدره الماليه العامه ما زالت قادره تخلق ايرادات تغطي مصاريفها وتساهم في تغطيه عبء الدين. احنا انجزنا السنه دي فائض اولي 1.6، وان شاء الله حاطين في موازنه العام الحالي نعمل 2.5% ونكمل السنوات القادمه 2.5%. دي الصوره، الصوره دي يا فخامه الرئيس بتعكس الحال. انا بداتها من 12-13، اللي فوق ده العجز الكلي اللي فيه الفوائد، واللي تحت ده العجز الاولي من غير فوائد. قعدنا عجز كلي عالي وقعدنا فائض عجز اولي لغايه ما بدانا الاصلاح الاقتصادي، راح العجز الكلي بدا ينزل والعجز الاولي تحول لفائض اولي واستدامه. يعني نمسك الفتره اللي في النص دي هنلاقي استدامه، ما جيناش سنه فلتت. وان شاء الله سياده الرئيس نكمل كده، نكمل خفض عجز الموازنه العامه للدوله وتحقيق فائض اولي. بعض يقول طب والدين؟ انا برضو خدت 43 سنه اشوف مستوى الدين بتاع مصر ايه. على مدار 43 سنة، أقل سنة مصر شافت فيها دين، مستوى دين منسوب للناتج المحلي السنة المالية 2008-2009 كان 78.7، والسنة 2007-2008 كان 80، والسنة 2009-2010 79.10. دي أقل سنوات كان فيها مستوى دين للناتج المحلي الموازنة العامة للدولة. المتوسطات بتاعت الدين كانت حوالين 100، وأعلى سنوات كان فيها دين من 80-81-81-82-82-83 كان وصل ل 159% الدين للناتج المحلي بتاع الموازنة العامة للدولة. طب احنا فين؟ احنا الدين بتاعنا كان اعلى نقطة لي كانت موجودة في 15-16 كان 102.8%. اما بدأنا الاصلاح الاقتصادي قعدنا ننزل بيها سيادة الرئيس لغاية 80.9 يوم 30/6/2020، ولولا ان الربع ده شهد كورونا كنا مفروض نبقى تحت 80، يعني كنا مفروض نبقى في احسن مستويات الدين على مدار 43 سنة. لكن للأسف لما قفلنا في مارس لغاية يونيو ايرادات نقصت 200 مليار، انفاق زيادة 200 مليار، قررنا ان نكمل انفاق عشان الناس، فكان الأثر على الدين، فبدأ الدين يتأثر ويطلع تاني تأثرا باستمرار الوضع اللي أنا شرحته. فبدأ في 30/6/21 84.6، في 30/6/22 87.2، وفي 30/6/23 انتهينا 95.7. بس في حاجة في خامة الرئيس لازم نبقى عارفينها، الدين هنا ما تأثرش بأنه حصل اضطراب في المالية العامة، لا، المالية العامة بتحقق فائض أولي والمفروض الدين ينزل. أمال إيه اللي رفع الدين كده؟ اللي رفعه تغير سعر الصرف. ليه؟ لأن أنا عندي الدين بتاع الموازنة العامة للدولة جزء بالجنيه المصري وجزء بالدولار، في جزء جواه بالدولار مقداره سواء للعالم الداخلي أو الخارج 110 مليار دولار، جزء منه 82 مليار للعالم الخارجي وبقيته 28 مليار للعالم الداخلي. لما تغير سعر الصرف جنيه يغير معايا 110 مليار جنيه في الدين، وبالتالي لما تغير سعر الصرف الى المستوى الحالي زود عندي في الدين 1.8 تريليون، فزود قيمة الدين. فزيادة الدين مش هنا جاية من اضطراب المالية العامة، جاية نتيجة تغير سعر الصرف فرفع الدين. ولكن ربنا يكرمنا السنة دي احنا 23-24 عاملين حساباتنا ننزل تاني لواحد 1.93 ونكمل بيه الى ان نقف بيه عند 30/6/28 عند 75%. انا عارف ممكن اكون خدت وقت كبير. هيكل انفاق المالية العامة للدولة، كنا دايما بنسمع وبنردد الموازنة العامة للدولة 4 اجزاء، ربع للأجور، ربع للدعم، ربع للفوائد، وربع لتشغيل الدولة اللي مش موجود اللي بنقترضه اللي هو العجز. طبعا الهيكل ده اتغير مع الوقت، لان بدأنا نقلل الدعم وبدأنا نروح لحاجات تانية اكثر، زي زيادة الاستثمارات، زي زيادة الحماية الاجتماعية بالصرف على صناديق المعاشات وعلى تكافل وكرامة ودخول التأمين الصحي الشامل والمبادرات الصحية وخلافه.
فبدأ الهيكل يتغير. يعني مثلا اللون البرتقالي ده اللي هو الأصول، احنا بنتكلم كنا 16 و13% من الإنفاق، النهاردة بنتكلم في 22.5%. أنا طبعا بتكلم على ما هو الموازنة العامة للدولة غير الهيئات الاقتصادية، بيبقى جزء تاني. تأخرت صح؟ حاضر. يعني الحاجة الوحيدة سيادة الرئيس اللي هي تأثرت سلبا هي الفوائد، جزء منها نتيجة لأن سعر الصرف اتغير، فالجزء اللي بالعملة أثر سلبا، في جزء آخر نتيجة لأن أسعار الفايدة بقت الضعف. إحنا كنا بنجيب 11 و12 و13% تكلفة التمويل، النهاردة 26 و27. ليه؟ لأن في تضخم حتى خارجيا، كل ده أثر مع الفايدة. الدعم اللي باللون الأخضر ده كان دعم المواد البترولية بالدرجة الأولى، هو اللي كان واخد الجزء الأكبر من الدعم، دعم المواد البترولية. بدأنا ننزل من تقريبا كان وصل ل 61% إلى أنه في الموازنة العامة للدولة 23-22 بنتكلم على 26. لكن في المقابل هنلاقي دعم صناديق المعاشات ازداد بقوة نتيجة للإصلاح اللي عملناه. وأنا عاوز أقول حاجة، إحنا كنا دايما يا سيادة الرئيس ما بنيجي نتكلم مع المؤسسات التمويل هتعملوا إيه في مشكلة المعاشات دي، بتهدد المالية العامة بتاعتكم. حلينا مشكلة المعاشات. أنا عاوز أقول لك يا سيادة الرئيس، من 13-14 حتى اليوم إحنا تقريبا إجمالي ما تم تحويل صناديق المعاشات اقترب من 1.2 تريليون فقط من يوم الإصلاح، من يوم الإصلاح، قانون الإصلاح اللي اتعمل في 2019 لغاية 30/6/24 هنكون عدينا 900 مليار. وعاملين حسابنا إن نحول لصناديق المعاشات خلال السنوات القادمة برضه حوالي 1.3 تريليون. نتيجة إحنا السنة دي حاطين 202 مليار للمعاشات، وبكده عملنا استدامة لصناديق المعاشات وشلنا الخطر اللي كان دايما بيهدد المالية العامة، وده كان إصلاح جذري. ولغينا فكرة بقى إيه، الدولة استولت على أموال المعاشات، الدولة لا، أموال المعاشات رجعت لهم وهنستمر داعمين لأموال المعاشات. تكافل وكرامة، إحنا كنا بنتكلم عندنا 1.5 مليون أسرة بخمسة مليار جنيه، معالي الوزير إحنا النهاردة في 23-24 هنبقى 5.2 مليون أسرة، وبالزيادة اللي سيادتك وافقت عليها هنروح ل 35.5 مليار جنيه. لو اتكلمنا على رفع الحد الأدنى للأجور، احنا رفعنا الحد الأدنى للأجور كان 1200، النهاردة بنتكلم 11-4000. الإعفاءات، رفع حد الإعفاء الضريبي، أنا عارف إن أنا خدت الوقت كتير والبتاع، لكن اللي أنا عاوز أقوله إن احنا عملنا إصلاحات ضخمة جدا وإصلاحات جذرية. أنا فاكر تأمين الصحي الشامل أنا اشتغلت فيه من 2006-2007 ما كناش قادرين نعديه، حضرتك جيت قلت عدوا التأمين الصحي الشامل وابدأوا تطبيقه، ده هيخفض الفقر وهيتعامل بصورة جذرية وحل جذري مع واحد من أهم التهديد لحياة المصريين، ليس فقط في صحتهم وحتى في جيوبهم وضعهم المالي. أنا عاوز أقول لسيادتك سيادة الرئيس، السنة دي إحنا حاطين حوالي 2.2 مليار جنيه في الموازنة لدعم غير القادرين للست محافظات بتوع التأمين الصحي الشامل. يمكن السلايد كبير، إحنا عملنا إصلاحات ضخمة جدا في الضرائب والمنظومة الضريبية والإلكترونية، عملنا إصلاحات ضخمة جدا وجذرية في إدارة المالية العامة للدولة. آخر حاجة أقولها، أنا فاكر أنا كنت نائب وزير وكنا في 2015 وكنا بنعرض على سيادتك الموازنة، وكنا بنقول إن في حاجة اسمها GFMIS أو نظام معلومات إدارة المالية العامة، وده حاجة مهمة لمصر ولازم نعملها عشان ندير المنظومة بطريقة إلكترونية. فسيادتك قلت طب ما تعملوها، قلنا لسيادتك دي محتاجة 3-4 سنين، فسيادتك قلت السنة الجاية زي دلوقتي تكون خلصانة، تيجي تعرضوها عليا خلصانة السنة الجاية. فعلا اشتغلنا واتضغطنا، ولكن السنة اللي بعدها جه عرضناها عليك، قفلنا 61,000 حساب. كان كل مكان في الدولة دي عنده حساب منفصل وبقى حساب الخزانة الموحد، كان الشيكات الورقية الحكومية لغيناها من تاريخ مصر وبقى كله إلكتروني. منظومات كتيرة وشغل كتير اتعمل في وزارة المالية وفي مصلحة الضرائب وفي مصلحة الجمارك، والمسيرة هتستمر. التحديات شديدة والألام شديدة، لكن مصر قادرة، ودي حكاية وطن
بدءا من سنين وهتستمر، لكن الوطن قدها وهستمر. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك سيادة الوزير. شكرا جزيلا دكتورة هالة. ختام الجزء الأول من هذه الجلسة استعرض فيه الوزيران الكريمان جانب من حكاية الوطن في هذه المحددات، أين كنا وأين تحولنا وإلى أين سنمضي إن شاء الله.